بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اللور ليمب مصري. وهنقسم أول حاجة المصري وفلور ليمب عشان تسهل على الزول أنه يقراها ويرتبها. أول حاجة عندي مصل أوف ذا جلوتير ريجون، ودي 9 عضلات. تاني عندي مصل أوف ذا أنتيريور بيلفيك، ودي 3 عضلات. مصل أوف أنتيريور بيلفيك، مصل أوف جلوتير ريجون. طيب بعدك تاني نجي مصل أوف ساي. مصل اوف ساي مقسم على كومبارتمنت. الساي مقسم ل 3 كومبارتمنت: الانتير كومبارتمنت والبوستير كومبارتمنت والميديال كومبارتمنت. الميديال كومبارتمنت الانتير كومبارتمنت فيه 2، والبوستير كومبارتمنت فيه 3، والميديال كومبارتمنت فيه 4، يعني 2 3 4، يعني كم؟ يعني 9. طيب بعدها بنجي لمصل اوف ذا ليج. المصل اوف ليج مقسمه عندي انتير كومبارتمنت اوف ليج ولاترال كومبارتمنت اوف ليج posterior compartment of leg. ال anterior compartment of leg فيه 4 عضلات. ال lateral compartment of leg فيه 2 muscles. ال posterior compartment of leg فيه 7 muscles، يعني 4 × 2 = 7. طيب بعدك بنجي للفوت. الفوت مقسمة ل layers، عندي 4 طبقات مقسمة ل 4 layers. في ال first layers دي فيها muscle و tendon، second layers فيها tendon بس، الفيرست لاير فيها مصل بس، السكند لاير فيها مصل وتندون، الثيرد لاير فيها مصل بس، الفورث لاير فيها مصل وتندون. هاي نفصل فيهم واحدة واحدة كده. بنكون يعني دي مقدمة للمسكولار بارت اوف لور ليم، اللي هو جلوتير ريجون 9 اوف انتيريور بيلبيك 3، تاني الساي حسب الكومبارتمنت كل 9 في الساي. بعد ذاك جينا ل الليج، قلنا anterior في 6 في 4 و lateral في 2 muscles و posterior في 7 muscles. هذا جينا ل layers of foot وقسمناها ل 4 layers.